السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في تغطية خاصة ومستمرة على مدار هذا اليوم، والتي نتحدث فيها عن الانتخابات النيابية المبكرة في العراق، والتي تجري كما تعلمون وسط حالة من السخط والغليان الشعبي من تردي الأوضاع في البلاد، الذي ترجم إلى مقاطعة واسعة للانتخابات حتى هذه اللحظة كانت بدايتها في التصويت الخاص، ثم اتساع دعوات المقاطعة التي استهلها الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي. معنا في هذه التغطية في فترتها الأولى في الاستوديو الكاتب والباحث السياسي نظير الكندوري. أستاذ نظير، مرحبا بكم. حياك الله. أهلا بك. وعبر الهاتف من بغداد الناشطة في التظاهرات الدكتورة آلاء المصطاف. مشاهدينا الكرام، قبل أن نبدأ النقاش، هناك حديث عن إقبال ضعيف جدا على التصويت، حيث أكدت مفوضية الانتخابات أن نسبة التصويت ليست بالمستوى المطلوب، فيما شهدت عدة مراكز اقتراع أعطالا في أجهزة التصويت. مشاهدينا الكرام، فاصل ومن ثم نعود إليكم. إذن مشاهدينا الكرام، نحن في تغطية خاصة ومستمرة على الانتخابات التي تجري في العراق. أستاذ نظير، بحسب مصادر صحفية الإقبال ضعيف في العراق على مراكز الاقتراع، لكن السؤال المطروح هنا، ما هو تفسيركم عن عدم إقبال العراقيين على التصويت رغم عمليات الترهيب التي مارستها القوى السياسية في العراق؟ طبعا بالإضافة إلى هذه المصادر الصحفية، أنا وردتني يعني من الناشطين وأشخاص أيضا يعني هم عاملون كمراقبين عن نقابة المحامين، يقولون يعني هذا اللي بعث لي الخبر هو من الناصرية، يقول أنا مراقب في مدرسة الجمهورية في شارع الحبوبي. يقول ونحن الآن الساعة 11 لحد الآن المركز الانتخابي دخله 7 ناخبين فقط. 7 فقط يعني، ونحن يعني بعد مضي 4 ساعات من بدء الاقتراع. وهذا دليل على أن الجماهير العراقية لا تتفاعل مع هذه الانتخابات، وقد كشفت زيفها. المتوقع أن يكون العزوف الشعبي لهذه الانتخابات أكبر بكثير مما حدث في 2018، وهذا الأمر سيجعل الأحزاب السلطوية تدخل في مأزق، أنه هذه الانتخابات سوف لن تقدم لهم الشرعية المطلوبة لحكم البلاد مرة ثانية، وسيكون بإمكان الجماهير المنتفضة وشبابنا أن يطالبوا بالطعن بهذه الانتخابات ونزاهتها، فيما إذا أسفرت عن عدد كبير من المقاعد لصالح الأحزاب الميليشياوية ونفس الوجوه التي تحكم العراق منذ 18 سنة. هذه يعني تجربة، أنا أعتقد أن الشعب العراقي قال قولته بلا لهذه الانتخابات، وأن الحملات التي قادها الوطنيون والشرفاء العراقيون قد آتت أكلها في مقاطعة هذه الانتخابات. وأنا باعتقادي هذا اقتراع شعبي لكل العراقيين، بأن العراقيين لا يريدون هذه الطبقة السياسية ولا هذا النظام السياسي، وهم رافضون له، وكل هذه التدليسات على أن هذا النظام ديمقراطي ويأتي بالانتخابات هو كلام باطل، بدليل أن العراقيين لم يتفاعلوا مع الانتخابات بأي شكل من الأشكال. أستاذ نظير، هذا الإقبال الضعيف هل هو عدم الثقة بالمرشحين أم بالمنظومة السياسية كلها؟ لا أخي الكريم، يعني هناك بعض الأسماء، يعني هذه الأحزاب بدأت تتفنن في موضوع التزوير، منها هي توجيه تبديل الوجوه وطرح وجوه جديدة، لكن في حقيقة أمرهم هم أنفسهم تابعين لهذه الأحزاب. لكن العراقيين هو لا يعترض على فلان وفلان ما دام هو منتمي لهذه الأحزاب ولهذا السيستم الذي يحكم العراق. يعني حتى من يقول، يعني بعض المغرر بهم من التشرينيين الذين رشحوا أنفسهم، هو سيكون ضمن هذا السيستم العراقي،
العراقي ضمن هذا النظام العراقي، كيف له أن يكون إنسانا مصلحا أو يقدم الخير للعراق في وسط آس وسط كله فساد؟ نعم. وبالتالي العراقيين ليسوا معترضين على الأشخاص فقط، إنما معترضين على هذا النظام الذي يحكم العراق طيلة 18 سنة. طيب. هناك خلل عظيم في هذا النظام ويجب تغييره من جذوره، وإلا فإن هذا السوء سوف يبقى مستمرا والمخرجات تكون ليست في صالح طيب. الشعب العراقي. أستاذ نظير، في خبر وردنا قبل قليل نقابة المحامين تقول إن عدد من مراكز الاقتراع ترفض دخول المحامين لمراقبة للرقابة، كيف تفسر ذلك؟ يعني هذه محاولات يعني تقوم بها الأحزاب، يعني هي لا تريد أي رقيب عليهم في هذه الانتخابات وتريد أن تجد الفرصة المناسبة لتزوير الأصوات. نعم. وبالتالي الآن يعني أتساءل ومن مبركم هذا. نعم. أين هم المراقبون الدوليون؟ يعني أنا حقيقة راقبت كل الفيديوهات التي خرجت عن التصويت الخاص الذي حدث قبل يومين. نعم. لم أرى مراقبا دوليا أو شخصا عرف عن نفسه بأنه مراقب دولي، وبالتالي ربما يتكرر هذا الأمر. يعني عندما مراكز انتخابية ترفض دخول مراقبين عن نقابة المحامين، ماذا ماذا يفسر هذا الأمر؟ معناه أنه يريدون أن ينفردوا بهذه المحطات الانتخابية ويعملون بالتزوير بشكل واسع. والخبر الجديد أخي الكريم، يعني أنا قبل أن أتي إلى مبنى القناة أنا سمعت أن هناك أكثر من 3,900,000 بطاقة ناخب مؤقتة يقال لها أنها مؤقتة. هذه المفوضية اللي بين قوسين يسموها مستقلة، نعم، قد قررت بأنه اعتماد هذه البطاقات مع بطاقة تعريف واحدة. طيب. وبالتالي هناك فرصة كبيرة لاستغلال هذه البطاقات من قبل الناخبين، يعني يمكن تزوير هذه الأصوات. نعم. ويعني 3,000,000 يعني بما يقارب 4,000,000 طبعا. يعني تتوقع كم مقعد انتخاب برلماني فيها؟ صحيح. أرقام ضخمة. وبالتالي يعني أنا يعني أعتقد أن الشعب العراقي عندما لا يثق في هذه الانتخابات ولا يؤمن بنزاهتها لم يأتي من فراغ، هو يدرك بأن لا المفوضية يعني تؤمن بهذه النزاهة ولا هذه الأحزاب تشارك بمنافسة شريفة ولا هذا النظام سوف تكون مخرجاته طيب. مخرجات تفيد شعبنا. طيب، دعني أنتقل إلى الناشطة في التظاهرات الدكتورة آلاء المصطفى. دكتورة آلاء، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتورة، أنت ناشطة في التظاهرات، يعني لماذا ترفضون شباب ثورة تشرين ترفضون هذه الانتخابات؟ ما سبب ذلك؟ يعني تحية طيبة لحضرتك وللمشاهدي قناتكم الكريمة. نعم. نحن يعني القاسي والداني أصبح يعرف أنه هذا الشعب خرج ضد منظومة سياسية متكاملة، منظومة بناها المحتل الأمريكي في عام 2003 إثر غزوه للعراق. أسس ما يعرف بالمفوضية وما يعرف بالمحكمة الاتحادية وما يعرف بالبرلمان وإلى غير من ذلك من المؤسسات الهزيلة اللي الشعب العراقي كله يعرفها بتفاصيلها. نحن خرجنا ضد نظام متكامل. هذا النظام هو من شرع نظام قانون الانتخابات، هو من دعا إلى الانتخابات، هو من روج وحث الناس على الانتخابات، هو اللي يفرز، هو اللي يعلن الفوز، هو اللي يعاقب. كيف يتثق بمنظومة هي؟ يعني نحن أحنا صنعنا مشتكين عليها، أحنا رافضينها، كيف نثق بهذه المنظومة أن تتحكم بمصائرنا؟ نحن 18 سنة وإحنا نشوف أن البلد يهوي من هاوية إلى أخرى، إلى أن صرنا في القاع حالياً. إحنا حالياً كناشطين تشرين، القواعد الشعبية المقتنعة أنه تشرين هي أملها بالتغيير، تعرف جيداً أننا حالياً نلم شتات وطن، شتات وطن نلم. هذا النظام يصر في كل مرة على أن يطيح بالعراق أكثر وأكثر، فكيف يعني نحن في ظل هذا يعني نكون قد خلنا الأمانة اللي إحنا أقسمنا على صيانة بلدنا وأقسمنا على استرداد
حقوق شبابنا اللي قضوا من أجل على يد هؤلاء المجرمين من أجل استرجاعهم والعيش الكريم. دكتورة، ضيوفنا الكرام، دعوني أقرأ لكم هذا الخبر العاجل. ناشطون يقولون إن الشرطة تعتقل الناشط المسن أبو علي أثناء تجمع ناشطين رافضين للانتخابات في ساحة الحبوب في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار. كيف تعلق على عملية الاعتقال؟ يعني هذا الأمر متوقع، بل إن هناك كانت أخبار انتشرت في ليلة البارحة على أن هناك الأحزاب والميليشيات كلها متحفزة إلى صباح هذا اليوم بالانتشار في الشوارع ومحاولة السيطرة على يعني الحراك اللي من الممكن أن يكون ضد هذه الانتخابات. والأمر الأخطر من ذلك أن هذه الأحزاب ليست على قلب رجل واحد. الأحزاب والميليشيات هي الآن في حالة تنافس فيما بينها. تنافس أم صراع أستاذ نظير؟ نعم، هو يعني ممكن أن نقول عنه هو صراع في محاولة الاستئثار بالكعكة الحكومية. لذلك تجد أن الجميع متحفزون، والأخطر من ذلك هو بعد إعلان نتائج الانتخابات حينما يكون هناك غلبة لطرف على حساب الطرف الآخر، الطرف الآخر سوف لن يقبل هذه النتائج وسوف يترجم ذلك عن ربما يعني يندرج الأمر إلى صراع مسلح ما بين الجميع، يعني يحملون سلاح سواء أحزابا أو ميليشيات، والجميع يعني يمتلكون من الثروات المسلوبة من المال العام ما يجعلها تقود حرب أهلية لفترة طويلة. وهنا الخطورة، يعني الليلة البارحة وبوقت متأخر الهيئة العراقية لإدارة العصيان المدني نزلت بيانا واضحا بأن هناك معلومات بأن مسلحين سينتشرون في الشوارع صباح يوم الانتخابات، وبالتالي أهابت ودعت المواطنين لعدم التواجد قرب المراكز الانتخابية وفي الشوارع للحيلولة دون تعرضهم للأذى من الصراع الميليشياوي والصراع الحزبي الذي ممكن أن يندلع في أيام يعني في اليوم أو صباح اليوم الانتخابات. نحن نعتقد أن هذه الأحزاب تصارع بشكل يعني وجودي. نعم. يعني هذا الأمر إذا لم تسفر النتائج عن ما يرضيها، هذا يعني أن هذه الأحزاب ستختفي أو أن لن يكون لها تحكم في العملية السياسية. طيب. وبالرغم من أن لدينا شبه تأكيد بأن نتائج الانتخابات ستعيد نفس الوجوه، لكن المشكلة لا تكمن هنا. المشكلة تكمن في أن كل فريق من هذه الأحزاب أو الميليشيات يريد الاستئثار بالغلبة. هو من يكون الأكثر عدداً في المقاعد الانتخابية، وهو من يريد أن يشكل الحكومة، وبالتالي هذا الصراع صراع ناري ممكن يعني يقلب البلد من حال إلى حال. خاصة أستاذ نظير، يعني سأسألك هذا السؤال وأنتقل إلى الدكتورة آلاء. يعني حتى موالي من التيار الصدري صعد على منبر الجمعة أعتقد وقال أن رئاسة الوزراء ستكون للتيار الصدري، وإذا لم تكن هناك طرق سلمية فلدينا طرق أخرى. سأبحث هذا الموضوع معكم، ولكن دعني أنتقل إلى الدكتورة آلاء المصطفى. دكتورة آلاء، كما ذكرت قبل قليل، الشرطة تقول وتعتقل الشرطة تعتقل الناشط المسن أبو علي في أثناء تجمع للناشطين في ساحة الحبوبي. كيف تصفين ذلك وأنت ناشطة في التظاهرات؟ أخي العزيز، هذا موضوع الاعتقال وموضوع الخطف والتهريب، هذا يعني أشياء اعتادينا عليها. نحن نعرف أنه كل شخص يقف بوجه هذه المؤسسات التي تحمل السلاح، على فكرة ليست فقط الأحزاب والميليشيات من تحمل السلاح. نعم. توجد ميليشيات تحمل السلاح بصفة رسمية من ضمن الأجهزة الحكومية، تحمل السلاح بصفة رسمية وتشهرب وجه المواطن اللي يقف بوجهها، وهي أمام العالم على أساس أنه ميليشيا. العراق وضع يعني المال السياسي والسلاح المنطلق، هو المتحكم، من يملك السلاح اليوم يملك القرار السياسي. نعم. في العراق، وهذه الانتخابات، هذه الانتخابات هي ليست للشعب العراقي. هم يريدون حسب ما الشعب العراقي على التوجه
إلى صناديق الاقتراع فقط لإيصال رسالة إلى العالم الخارجي أو إلى المجتمع الدولي أن الشعب مشارك بعملية انتخابية، هذه العملية المشبوهة المشوهة، لكن في الحقيقة هي عبارة عن سباق وصراع بينهم هم الأحزاب، من سيستأثر بالسلطة؟ لم تعد تكفيهم المشاركة فقط، يريدون الاستئثار بالسلطة، للاستئثار بالمغانم، للحصول على أكبر مكاسب، للسيطرة وإلغاء من يعارضهم، ليس فقط من الفئات الوطنية الحقيقية، بل من شركائهم اللي صاروا هم 18 سنة مشاركين معاهم. نعم هذا دكتور. البلد لم يعد دولة، لم يعد دولة، هذه عبارة عن شركة تمتلك رؤوس أموال وشركاء بيناتهم يتناحرون حتى يستأثرون في القرار وبالسلطة وبالمال، لا نعم. أكثر. نعم عملية في العراق لا تمتلك الفساد الدولة المدنية حتى نقول انه عندنا عملية انتخابية وعلى الناس التوجه والتغيير السلمي للسلطة، هذه المفاهيم ليست موجودة. نعم دكتورة. السلاح لا يؤمن بهذه المفاهيم. طيب في خبر عاجل وردنا الآن، شجار بين أنصار المرشحين رياض التميمي وبرهان المعموري في قضاء الخالص في محافظة ديالى. مشاهدينا الكرام، كما تعلمون فقد مثل الخطاب الطائفي في العراق حالة جديدة طرأت مع الغزو الأمريكي على لسان الأحزاب الطائفية التي عمدت لاستخدام هذا الخطاب بهدف حشد الجمهور مع غياب الإنجازات على الأرض، فضلا عن الأهداف الطائفية الواضحة التي أنشئت لأجلها هذه الأحزاب. تقرير نتابعه معا. لا يمكن لحالة مثل الحالة العراقية أن تجتزأ من واقع عربي متأزم ومحيط أتخم بالأزمات والتدخلات الخارجية، ولأن إيران كانت وما تزال جارة ينظر لها الكثير من العراقيين بعين الريبة لما لها من أطماع سياسية تغذيها ذاكرة تاريخية، فإن من الضروري أن يتكلم الموالون لها في العراق بلسانها ووفق أيديولوجية نظامها. أول الغزو الأمريكي سمع العراقيون بمصطلحات غابت عنهم طويلة، سنة وشيعة ومصطلح المكونات والأقلية والأكثرية، وكأنك تخاطب شعوبا متعددة جمعتها الصدفة، لا شعبا واحدا له ما يربطه من النسب والتاريخ والدين والوطن. حظي الخطاب الطائفي الطارئ بمباركة أمريكية كانت على لسان بريمر أول الأمر، ثم ما لبث أن انتقل على لسان ساسة العراق الجدد الذين لم يجدوا سوى إثارة الطائفية ودعوات الثأر والانتقام سبيلا لحشد الجمهور، من إبراهيم الجعفري إلى صولاغ صاحب السجون السرية إلى الصدر والحكيم وغيرهم. تنوعت الأحاديث واجتمعت في أمر واحد هو الشحن الطائفي، حتى نطق به صريحا رئيس الحكومة الأسبق نور المالكي عندما قسم مؤيديه ومعارضيه بين معسكر يزيد ومعسكر الحسين. إذن أنصار يزيد وأنصار الحسين مرة أخرى وعلى طول الخط يصطدمون في مواجهة شرسة عنيدة. لم يكتفي المالكي بذلك فقط، بل عمد خلال ولايتين على إذكاء الطائفية واستخدم أسلوب الإقصاء ضد العرب السنة، بدأها سياسيا ثم أنهاها بإبادة جماعية ضد المناهضين لسياساته كما جرى في ساحة اعتصام الحويجة عام 2013. وهكذا استمر شركاء العملية السياسية بتبوء مقاعدهم كأشد الناس إثارة للضغائن والأحقاد واستدعاء لكل ما يمكنه شحن مشاعر الانتقام بين مكونات العراق. ولم يشمل الخطاب الطائفي مواسم الانتخابات فقط، بل لاقى رواجا عند الحرب مع داعش، حينها خرج زعيم ميليشيا العصائب قيس الخزعلي وهو يستنسخ حديث المالكي قائلا عن المعركة في الموصل ضد التنظيم إنها ذات المعركة بين أصحاب يزيد والحسين. وإن شاء الله تحرير الموصل هو انتقام وثأر من قتلة الحسين، لأن هؤلاء الأحفاد من أولئك الأجداد. المحيط العربي لم يسلم من الدعوات الطائفية، فبصرف النظر عن مشاركة الميليشيات الموالية لإيران في المعارك بسوريا دفاعا عن نظام الأسد التي بررها باقر صولاغ وزير المالية آنذاك بحماية النظام الجديد في العراق، فإن هادي العامري زعيم ميليشيا بدر
كان أكثر صراحة من الباقين. وإلى اليوم يحلمون أنه بإعادة الحاكم السني إلى اليوم، بس هي هذا بعد. وبعد هذا كله لا يتوقع لشعارات الوطنية أن تخرج من الطائفيين بعد أن أحكموا قبضتهم على العراق أن تجد لها مصدقة. ويرى كثيرون أن من المحال أن ينقلب بين ليلة وضحاها من كان يدعو للإقصاء والطائفية إلى داع للوطنية والإخاء، إلا إذا كانت له مآرب في دعوته الجديدة. مشاهدينا الكرام، ننوه إلى أننا على مدار اليوم سنكون معكم في تغطية خاصة ومستمرة على الانتخابات البرلمانية المبكرة في العراق. حتى الآن الأخبار تريدنا من العراق وخاصة من العاصمة بغداد، حيث الإقبال ضعيف جدا وخلت المراكز الانتخابية من المقترعين، ما يدل على عزوف الشعب العراقي لعدم ثقته بالعملية السياسية التي ستنتج نفس الوجوه. أستاذ نظير، قبل التقرير كنا قد تحدثنا عن أحد المناصرين للتيار الصدري وقال بأنه رئاسة الوزراء تكون من حصة التيار الصدري، وإذا أتت النتائج عكس ذلك فلنا طرق أخرى نتبعها من أجل الحصول على رئاسة الوزراء. كيف يمكن التعليق على ذلك؟ والله يعني أنا حينما أسمع هذه التصريحات يعني يعترين الضحك وأقول نعم. يعني هل هي هذه ديمقراطية؟ أو يمكننا أن نسميها بأنها ديمقراطية الميليشيات، يعني النتائج إذا لم تأتي بما ترضيني فأنا أحتكم للسلاح، وهذا هو المتوقع وهو الأخطر ما موجود يعني في العراق، بأن أي آلية ما تسمى ديمقراطية لا يمكن قبولها ضمن سلاح موجود وميليشيات مسلحة وانفلات لكل يعني أي مفهوم للدولة لا يوجد. نعم. وبالتالي الأمر الذي لا يرضيني أنا أحوله بالقوة وبقوة السلاح إلى أمر يرضيني ويعني يداري مصالحي. والشيء الجديد في هذه الانتخابات بأن معظم الأطراف متحفزة، وأنا أقصد فقط الطرف الشيعي كونه هو المتحكم الآن، يعني الطرف السياسي الشيعي. نعم. هو المتحكم بالعملية السياسية. الآن جميع الأطراف يعني سواء أحزاب وميليشيات شيعية متحفزة وتقول بأنها هي أحق بالحكم من غيرها. فمن الجانب الولائي كأحزاب وميليشيات تجد نفسها بأنها هي أحق وبأن الدولة أو الحكومة القادمة يجب أن تكون حكومة ولائية جملة وتفصيلا، والبرلمان ذو أغلبية ولائية. نعم. ويتخلص من صداع الرأس الذي يسببه فلان أو تيار فلان. نعم. من المشاركين معهم في العملية السياسية. بالمقابل يجد التيار الصدري وربما معه الكاظمي بأنه هو أحق برئاسة الوزراء والتحكم في مصير العراق كونه لم يستلم رئاسة الوزراء طيلة 18 سنة، وكأنما هي حق مكتسب لهم. وبالتالي هم لديهم الاستعداد للاحتكام بالسلاح للحصول على هذا يعني الحق. نعم. في يعني قيادة العراق إلى الهاوية. نعم. والأمر الأخطر من ذلك أن الأطراف الدولية لن تترك هذا الصراع دون أن تغذيه وتقويه. فالأطراف الدولية لا يهمها استقرار العراق أو تحقيق الأمن لمواطنيه. فالمؤمل بأن إيران سوف تتدخل لمساندة يعني مواليها من ميليشيات وأحزاب. بالمقابل يعني المحور الغربي والولايات المتحدة ستدعم تحالفا يمكن أن يتشكل ما بين التيار الصدري وما بين حكومة الكاظمية التي ستتحول إلى حكومة تصريف أعمال. وبالتالي ندخل في نفق حرب أهلية لا تبقي ولا تذر. والأمر سيكون مرشحا لتشظي البلد، لأن هذه فرصة مناسبة. طيب. ستكون للأحزاب الكردية أن تعلن استقلالها كما حدث في يوغوسلافيا. نعم. وكذلك لبعض المنتفعين من السنة يحققوا مملكتهم الخاصة. نعم. ويعلنون دولة سنية، وبالتالي يختفي شيء اسمه العراق. نعم. لكن
في مقابل كل هذا السوء والفساد هناك إرادة شعبية عراقية نجدها الآن تتمثل في عزوفهم عن هذه العملية الانتخابية المزيفة. سوف يقول كلمته وسوف يكون هو الرقم الصعب ولن يدع هذه الميليشيات تشظ العراق وتستهتر في الدماء العراقية وسيكون لها الدور الحاسم في إعادة استقرار وكنس كل هؤلاء الفاسدين عن وطننا وبلدنا. دكتورة آلاء، كناشطين في التظاهرات تتذكرين عندما نزلت إليكم جينين بلاسخارت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق في ثورة تشرين الأول أكتوبر عام 2019 وقالت للناشطين وأيضا قالت للمتظاهرين أن عادل عبد المهدي لا يمتلك عصا سحرية لتغيير الواقع العراقي. الآن الأمم المتحدة موقفها واضح وهو تدعم هذه الانتخابات، كناشطين كيف تقيمون موقف الأمم المتحدة؟ صراحة احنا اكثر من مرة اطلقنا بيانات وعدد من التغريدات اللي وقتها انتقدنا نشاط ممثلة الامين العام للامم المتحدة ورئيسة بعثة يونان. حقيقة هذه السيدة اخذت دور اكبر من الدور المناط فيها. هذه السيدة اصبح بما لا يقبل الشك انه هي شريكة بالفساد وأنه هي تدعم الفساد. تواصلها مع الجهات التي تحمل السلاح هذا أكبر دليل على وجود علاقات خفية تربط بيناتهم. يا أخي كيف سمحت المفوضية لجهات تحمل السلاح بتسجيل تسليمات سياسية تدخل الانتخابات؟ ألا يعد هذا مخالفة صريحة للدستور؟ نعم. ألم تأتي بعثة الأمم المتحدة إلى العراق لأجل حفظ السلام وفضل النزاعات الطائفية حسب قولهم؟ من أثار الطائفية؟ المهتم هو من أثار الطائفية. لم نكن نعرف أننا سنة أو شيعة، كنا عراقيين. نعم. هم من أسسوا لهذا النظام الطائفي وهم لا يزالون لغاية الآن يدعمون النظام، يعرفون جيدا أن هذا النظام يلعب على وتر الطائفية وعلى الشحن الطائفي لأجل استمراره وبقائه. نعم. يعني حاجة غريبة، يعني الدستور اللي أشرفت الأمم المتحدة على كتابته بإشراف أثناء تواجد السيء الطيب الحاكم المدني للعراق بول بريمان لم يذكر الحد الأدنى للمشاركة، بحيث طلعت الممثلة في الأمين العام تقول حتى لو 1% الانتخابات راح تعتمدها الأمم المتحدة. أي دستور هذا اللي ما يحدد نسبة المشاركة؟ المقاطعة هي حق دستوري، حق شرعي للمواطن إذا لم يكن مقتنع بالفئات اللي موجودة على الساحة اللي ترشحت أن تكون ممثلة عنه. نعم. هذه الأشخاص اللي موجودين بالساحة السياسية حاليا والوجوه الجديدة، ما يعرف بالوجوه الجديدة والأحزاب الناشئة واللي ادعت زورا ومهتانا أنه هي خرجت من تشرين، هذه عبارة عن نعم عملية سلخ جلد للأحزاب الكلاسيكية وطلعت بوجوه جديدة. طيب. يعني لم نجد أصلاً أنا بالنسبة لي كشخص وبالنسبة للقواعد الشعبية اللي ينتمون لنا كبديل ثوري، نحن نراقب البرامج الانتخابية. لم يوجد برنامج انتخابي ممكن أن يعول عليه. لا توجد عملية ديمقراطية في العراق طالما وجود يعني دعوات طائفية. نعم دكتورة. العملية الديمقراطية هي عملية آسف دكتورة دولة مدنية. نعم. آسف دكتورة على المقاطعة ولكن انتهى الوقت. الناشطة في التظاهرات من بغداد الدكتورة آلاء المصطاب، شكرا جزيلا لانضمامك إلينا. أستاذ نظير، 8273 مركز انتخابي، 83 دائرة انتخابية، يصوتون على 329 مقعد في البرلمان. ننوه مشاهدينا الكرام حتى هذه اللحظة الإقبال ضعيف جدا على مراكز الاقتراع، لكن سؤالي هنا، هل البرلمان الذي سينتج بعد هذه الانتخابات يمكن أن نطلق عليه برلمان السلاح أو برلمان الميليشيات؟ هل هذا توصيف دقيق؟ نعم هو هذا الآن اللي كل المحللين السياسيين، كل الباحثين بالشأن العراقي
يتوقعون بأن هذه الانتخابات ستسفر عن برلمان ميليشياوي بشكل صارخ، وبالمحصلة ستكون هناك حكومة ولائية بامتياز. طبعا هذا لن يرضي الطرف الآخر اللي هو التيار الصدري، وربما هذا الأمر كما قلنا سيترجم إلى صراع مسلح. لذلك أنا أقول يعني أن الشعب الذي الآن في حالة عزوف يعني منقطع النظير عن المشاركة في هذه الانتخابات، إذا ما أصبح في مواجهة هكذا نظام واستقر الأمر لهذه الميليشيات الولائية، ماذا سيكون رد فعل إزاء هذا الوضع؟ طبعا الوضع سيكون أسوأ، بل إن بعض التصريحات لبعض قادة الميليشيات ومن يروج لهذه الميليشيات في الانتخابات يتوعد الناخبين ويقول لهم هناك فرصة أنه ترجعون إلينا وتنتخبون، بل يعني يفصل ما بين اللي ينتخبوهم هم أصحاب الحق ومن يعترض عليهم ويعترض على الحشد الشعبي هم أهل الباطل. وبالتالي منذ الآن هم يتوعدوهم بالانتقام بعد ما يحققون الأغلبية في البرلمان وتشكيل حكومة خاصة بهذه الميليشيات. وبالتالي هذا الشعب الذي خرج طيلة الآن السنتين الأخيرة بمظاهرات سلمية وممارسات سلمية كلها، هل تتوقع أن هذا الشعب سيبقى على سلميته؟ من يريد أن يقتل هذه الجموع الشبابية ومن يغدر بهم؟ يعني البارحة غدروا بطفل عمره لا يتجاوز 15 سنة. يعني تتوقع العراقيين سيبقون على سلميتهم وهم يشاهدون القتل والاغتيالات مستمرة في شبابهم؟ بالتأكيد لا، وهذا الأمر سيدخلنا في مأزق كبير. يعني أنا الأمر ربما بعض المحللين يقولون هذه الأحزاب الشيعية ما دام لها راعي إيراني لن تتحارب، وهذا الأمر غير صحيح لأنه حصل في التاريخ. كلنا نذكر ماذا حدث في لبنان حينما كان الاقتتال محتدم ما بين حزب الله من جانب وحركة أمل، يعني قتال دموي وذهب فيه يعني مئات أو آلاف القتلى. وبالتالي يعني ما الذي يمنع أن يكون هناك اقتتال أيضا شيعي يعني ميليشياوي في العراق؟ والمشكلة يعني أنا أقول لك نارهم تأكل حطبهم، لكن المشكلة أنه سيكون الثمن بالضبط في البنية التحتية لهذا البلد وفي دماء الأبرياء من الناس والمواطنين العراقيين. أنا أشكرك أستاذ نظير. مشاهدينا الكرام، للتنويه سنكون معكم على مدار اليوم في تغطية خاصة ومستمرة عن الانتخابات النيابية المبكرة في العراق. مشاهدينا الكرام، سنكون على موعد معكم، ضيفي الأستاذ نظير الكندوري الكاتب والباحث السياسي، وأنا عند رأس الساعة القادمة. حتى ذلك الوقت نترككم برعاية الله وحفظه.